حضرتك. اهلا بيك يا ابني. منوره الدنيا يا فندم. الله يخليك يا ابني. حضرتك عارفه اي حاجه عن ميدو؟ لا يا ابني ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه، الا لما بيذيعوا بيقولوا ده اختطف من الفندق. فانا عايزه اعرف بقى ابني راح فين. طيب. وبرضه صوتي كده لرئيس الجمهوريه عشان يعرف ابني راح فين ومين غضب. طيب وانا عادي يا ابني ما بعملش اي اخطاء بعد. انا عايزه اعرف ابني فين عشان انا اطمن. انا ام وانتوا بتحددوا عايزين ليا. انا عايزه اعرف ابني فين دلوقتي. طيب يا حبيبتي اسمعي، هو ممكن يكون خرج مع صديقين، ان هم شافوه بيتصور مع حد، فبعد ما خرج مثلا. لا والله هم بيقولوا حد من الفندق بيقول حد اخده من هنا، واحنا ما نعرفش هم مين. حد اخده مش ما نعرفش هم مين. انا عايز اعرف هو اللي بيتكتب بيتقال كده. انا مش عارفه عنه اي حاجه. ارجوكم انا رافعه صوتي رئيس الجمهوريه يعرف ميدو جاب فين ابني، يعرف هو فين. ارجوكم يا طيب. ابني احنا بنتابع وإدارة النادي كلها اتحركت ان شاء الله هيرجع بألف سلامة. هو اتكلم مع حضرتك النهاردة ميدو الصبح. اتكلم معايا قال لي يا ماما انا هقفل تليفوني وبعدين بكلمك ما تقلقيش. قلت له ماشي. بعد كده ما بنتصل عليه ما فيش اي حاجة. ده الساعة كام كلم حضرتك؟ قال لك انا هقفل موبايلي. الساعة كام؟ كانت الساعة 7. الساعة 7 كانت الساعة 7 بالظبط. قال لي يا امي انا هقفل التليفون ما تقلقيش. قلت له ايه ماشي انت يا بابا هتنام؟ قال لي ايوه بس انا هقفل التليفون. قلت له ما تجيب بعد كده بقى الاقي القناه بتاع النت شغال على طول. انتوا خليكم مكان. انا رافعه صوتي دلوقتي الرئيس الجمهوريه ارحموني يا جماعه. انا ام وعايزه اعرف بس طريق ابني فين وارتاح. ان شاء الله يا حبيبتي هنلاقيه. هو اداره النادي كلها اتحركت وعلشان يزودوا الامن يعني اتصلوا حتى باقسام الشرطه، عملوا بلاغات. ان شاء الله هيظهر بكل سلامه. ما تقلقيش يا حبيبتي. ارجوكم تقفوا جنبي ميدو جنب امه. ارجوكم انتوا تقفوا جنب اي حد. تقفوا جنبي ورئيس الجمهوريه بس سامعني وعارف ان ابني اختطف من قلب الفندق. انا مش عارفه ابني فين. طيب احنا بنتواصل مع كل الجهات وهنكلم حضرتك احنا بنفسنا نطمنك، وقبلها كمان اداره النادي هتكلم حضرتك. ان شاء الله هو كويس، لكن يمكن حاجه مش واضحه عشان كده في قلق زياده، لكن ان شاء الله يا حبيبتي كل حاجه هتكون كويسه وميدو هيرجع لك بالف سلامه، وهيرجع المعسكر قبلها وبعدها هيكلمك على طول. كده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وارجو اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناه توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.